الأستاذ مرتضى منصور خرج علينا في قناة الزمالك بالأمس في ساعة متأخرة من الليل مع المدعو خالد الغندور، واتكلم وقال ما قالوا بشأن إنه سيذيع مكالمة مسربة، هينزل لي مكالمة مسربة، واعترف إن هو هينزل مكالمة مسربة. أنا بعتذر فيها لي وبقول له سامحني وبتكلم عن التسامح والاعتذار. وطبعا انتوا عارفين انا ما بخبيش عنكم حاجة، طول حياتي ما بخبيش عنكم حاجة، والحمد لله عشان انا انسان شفاف ومحترم ربنا سبحانه وتعالى بيوفقني ان دايما وابدا الانسان ظاهره يكون مثل باطنه. مفيش حاجة في الدنيا تستاهل انك تخبيها، خصوصا لما يكون بينك ما بين الناس اللي بتتابعك علاقة محترمة زي اللي بيني ما بينكم. والحقيقة طبعا زي ما اعلنت معاكم قبل كده اني انا في ليلة النصف من شعبان، هذه وصية المرحوم والدي رحمة الله عليه ليا، إن عندما يأتي النصف من شعبان يا عبد الناصر يا ولدي راجع نفسك وتأكد أن الله يغفر كل الذنوب في هذه الليلة إلا المشاحن وما بينه وبين شخص خلاف. فلو قدرت في الليلة دي تتسامح وتكلم أي حد بينك ما بينه خلاف وتصفيه، فأنت بذلك بترضيني وترضي ربنا قبل ما ترضيني. وديت لوالدي وتعلمت منه، وديت وعد غيبي بعد ما مات كده بيني ما بين نفسي، قلت أنا الموضوع ده إن شاء الله ربنا يقدرني طول ما حييت لا يمكن أن يأتي علي النصف من شعبان وأنا في خلاف مع أحد، ايا كانت الامور اتحامل على نفسي حتى لو كان معي الحق. والحمد لله يعني عندي من القوه والمقدره، وده من عند الله عز وجل، ربنا يا رب يديمه علي بحق جاه النبي صلى الله عليه وسلم وبحق جاه اسم الله الاعظم، ان يديم علي قوه اتخاذ قرارات الاعتذار والتسامح. فالاعتذار من شيم الكرام، والتسامح صفة من صفات الله وضعها في قلب من يحب من عباده. الحمد لله رب العالمين. بعمل ده ومتعود عليه كل سنة. في ليلة النص من شعبان مسكت تليفوني وكلمت الأستاذ مرتضى منصور وقلت له أنا بعتذر لك إذا كان صدر مني طوال معركتي معاك أي لفظ خارج أساء ليك أو لساء لأسرتك. فقال لي أنت شتمتنا وبهدلتنا يا عبد الناصر. قلت له معلش، أنت بتتخانق مع أولادك في البيت، فيا عم حقك عليا وسامحني، ومش عسيبك غير لما تسامحني على أي لفظ خرج مني. خلاص القضية اللي أنا بتكلم فيها انتهت، انت سقطت في الانتخابات وخرجوك برا نادي الزمالك، والقضايا اللي بتكلم فيها راحت النيابة والنيابة بتحقق فيها، فما عادش بقى الخلاف، خلاص الخلاف زال، وانا خدت قرار في حياتي اني لن اخوض مثل هكذا معارك مرة اخرى، وتعلمت الدرس وببدأ معاك صفحة جديدة. يا عم لا عايزك تتنزلي على قضايا، ولا أنا بكلمك عشان عايز منك حاجة، لا أريد إلا التسامح لوجه الله.
قال لي خلاص سامحتك. قلت له لا مش هسيبك غير لما تقول لي سامحتك عشان انام مستريح. قال لي خلاص سامحتك. قلت له يا عم لو عايز اجي ابوس على دماغك ما عنديش مشكله. وبعد ما خلصت المكالمه تاني يوم اعلنت وقلت لحضراتكم يا جماعه يا زملكاويه قبل الاهلاويه عشان الناس الزملكاويه ومحب الاستاذ مرتضى منصور ومن هم على خلاف مع الاستاذ مرتضى منصور يعرفوا اني انا كلمت الاستاذ مرتضى منصور واعتذرت له عن اي لفظ خارج حصل مني طوال معركتي معاه، وان اي لفظ خارج طلع مني انا بعتذر عنه وبقول له قدام العالم كله حقك عليا في اي لفظ غير لائق طلع مني، بقول له حقك عليا ويا عم سماح وصفحة جديدة، ولو عايز اجي ابوس على دماغك ابوس على دماغك. والحمد لله صفيت نفسي ونمت مستريح، والراجل قال انا مسامح وخلاص سمحت يا عبد الناصر وتمام التمام واغلقت الصفحة. ومنذ هذا التاريخ لا اذكر مرتضى منصور الا بالخير، وبقول الاستاذ مرتضى منصور والمستشار مرتضى منصور ورئيس نادي الزمالك وصفحة وقويتها من حياتي. هو بقى بيماطل مش عايز يتنازل عن القضايا، رحت انا رديت قلت لا يعنيني انه يتنازل او لا يتنازل، ده شيء لا يعنيني من قريب ولا من بعيد، ولكن اهم حاجة ان اتعامل مع الله، والله غالب على امره. ما فيش حد هيقدر في الدنيا يعمل فيك حاجة الا ان ينفذ فيك ارادة الله. والتسامح من شيم الكبار، لا انا كلمت الاستاذ مرتضى منصور في مكالمة خارجة ولا مكالمة جنسية ولا مستعار من المكالمة، ولا انا خايف من حاجة، ولا انا بعمل اعتبار للناس، لان انا دايما بتعامل مع رب الناس. فعادي انا فخور جدا ان انا راجل متسامح وانا مسؤول عن تصرفاتي، واتصلت بالراجل واعتذرت له. خرج الاستاذ مرتضى منصور يتكلم ويقول الكلام ده امبارح مع المدعو خالد الغنور، ده عادي جدا مفيش مشكله في حاجه، وقال الاتي نسمع مع بعض. عبد الناصر هنزل لك المكالمه انت بتقول لي والنبي سامحني والنبي سامحني والنبي اديني كلمه انك سامحتني، خلاص وكنت سامحتك للاسف دلوقتي خلاص مش ليله ادب شغاله. يعني إذا كنت أنت بتفاخر قدام الناس أو تظن إن ده نقطة ضعف بالنسبة لي إن أنا بقول لك إديني كلمة إنك سامحتني، إن ده شيء يحرجني أو يجعلني أستعار، فأنت حساباتك غلط. بالعكس أنا سعيد وأتشرف بمكالمة زي كده، لأني لا يكون متسامحا إلا القوي. وحضرتك لو تعرف قيمة التسامح ولو تعرف قيمة التصالح ولو تعرف قيمة العفو كنت عملت لده مليون ألف قيمة قبل ما تتكلم وتظن إن ده عيب في حقي أو إهانة أو تعايرني بيه. أنت تعايرني بما هو فخر لي ولا تعايرني بما هو عاره. الحمد لله رب العالمين، لا أنا كلمتك مكالمة فيها هتك عرض ولا قلت لك لفظ مخل بالأداب، ولا أنا اتكلمت معاك في حاجة تذلني ولا حاجة تعيبني ولا حاجة تقلل من قيمتي. بالعكس أنا فخور، وده أنت قدمت لي خدمة رهيبة، لأن كل واحد توصل في التصالح بيني ما بين الأستاذ مرتضى منصور ما كانش مصدق ان انا كلمته في التليفون واعتذرت له. طب اللي يخليني ايه اللي يخليني استحي من مكالمه عملتها ان لم اكن مقتنع بالمداخله اللي انا عملتها والمكالمه اللي انا عملتها مع الاستاذ مرتضى منصور؟ ما كنتش عملتها. وقبل ما امسك تليفوني انا واثق ان الاستاذ مرتضى منصور بيسجل المكالمات،
ويستخدم المكالمة كما يريد. عشان كده أعلنت إن حضراتكم ما خبيتش عنكم حاجة، بل بالعكس ده أنا عملت فيديو اعتذرت فيه، والفيديو عامل أكتر من 700,000 مشاهدة. والحمد لله اللي قاله الأستاذ مرتضى منصور امبارح سك براءة ليا قدام المسؤولين اللي بيقولوا البلد مش عايزة قلق ولا عايزة تجاوز، وسك براءة ليا إن هذا الموضوع قفلته بلا رجعة، وسك براءة ليا إن أنا لن أعود خطوة إلى الوراء، وسك براءة ليا إن أنا لا يمكن أتجاوز مرة تانية، وهذا الملف ملف مرتضى منصور أغلقته من حياتي بلا رجعة، وتأكيد على إني أنا لا أذكره إلا بالخير. وبعد كده بيقول لك أنت رجعت وما رجعتش ومش عارف إيه، ولا بجيب سيرته. أنا بشتغل في حالي وحضراتكم بتتابعوني بالملايين، ولا ذكرت الأستاذ مرتضى منصور بأي شيء مكروه، ولن أذكره عشان أبقى واضح معاكم. دي صفحة واتقفلت في حياتي، ولن أفتحها ثانية مهما عمل الأستاذ مرتضى منصور، ولن أرد عليها، لن أرد عليها. عشان تعرفوا إن أنا فخور بالمكالمة وبعترف إن الصوت صوتي أهو. أنا هسمعكم المكالمة يا حضرات عشان اللي ما سمعهاش يسمعها، اللي ما سمعهاش يسمعها أهو. اسمع معايا، دي المكالمة اللي سجلها الأستاذ مرتضى منصور وبيعترف على قناة الزمالك مع خالد الغندور إنه هو اللي هينزل المكالمة أهو. اتفضل حضرتك اسمع، أنا فخور بهذه المكالمة، ويا ريت كل الناس تسلك مسلكي. أنا حر في تصرفاتي، أنا أتعامل مع الله، أنا عارف إن النفس داخل ما طلعش وطالع ما دخلش، والموت سيأتي سيأتي، إن لم يأتيك اليوم فغدا، فأعمل لدار غد الرضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها، وابدأ بالتسامح والتصالح، لعل الله ترك لك أنفاسا في الدنيا لكي تعتذر عن خطأ أقدمت عليه قبل أن تجد نفسك وحيدا في القبر وتقول يا ليتني قدمت لحياتي. أنا يا أستاذ مرتضى منصور راجل بيراجع نفسه، أنا راجل متسامح مع نفسه، أنا راجل بيقعد مع نفسه ويقول عملت إيه وإيه الصح اللي أنا عملته أكمل فيه وإيه الغلط اللي أنا عملته أتراجع عنه وأعتذر ولا أكرره، وهذا كرم من الله ومنا. الحمد لله، النفس ثلاثة، فنفس أمارة ونفس لوامة ونفس تأخذ صاحبها إلى نار جهنم وتبليه في الدنيا والآخرة وهي نفس شقية. أما النفس الأمارة بالسوء الشقية فهي النفس التي دائما تجعلك مكابر وغير متسامح ولا تعرف شيء عن الاعتذار، وتتعامل بمهانة مع أعراض الناس، وتسب الناس وتشتم الناس، ولسانك يبقى قذر وتبقى سافل ومنحط وصفيق. فهذه نفس أعاذنا الله منها، وأتمنى أن لا أكون في مضمار هذه النفس الأمارة بالسوء. أما النفس اللوامة فهي النفس التي تلومك عندما تقبل على شيء، وتدعوك دائما لمراجعة نفسك، وتفضل تترقى هذه النفس إلى أن يشاء الله وتصبح نفسا مطمئنة، ويقول فيها الله عز وجل يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا رب اجعلني من أصحاب النفس اللوامة التي ترقى لأن تكون نفسا مطمئنة تدخل في رحاب الله وتدخل رضوان وجنات رب العالمين. حد لاقي هو انت هتنفعني في قبري ولا هتفيدني في الحساب؟ يا رب اظل صاحب نفس نوامة واصل بها الى ان تصبح نفسا مطمئنة، ويا ريت حضرتك تبقى زيي عندك تسامح وتصالح مع النفس، وادعو لك الله واتمنى لك ذلك. انا فخور بمكالمتي معاك، فخور بها، والصوت صوتي والمكالمة مكالمتي، وسك براءة ليا ان انا ابن ناس ومحترم ومتربي
ومتسامح. قضيتك في النيابة هي اللي تقول أنت مدان أو بريء. مهمتي انتهت، مهمتي انتهت. البرلمان وسبته، مهمتي انتهت. ماذا أصنع بعد ذلك؟ نجحت في كل شيء وحققت كل أهدافي ووقفت مع نفسي. لماذا كانت هذه المعركة يا عبد الناصر؟ علشان خاطر واحد اتنين تلاتة. الحمد لله تم ذلك، والنيابة بدأت التحقيقات فيما قلناه على مدار 4 سنوات. علشان الراجل يسيب البرلمان تم ذلك، وأصبح شخصا عاديا عندما يخطأ يحاسب زيه زينا، بعد ما كان متحصن بالحصانة ومحدش عارف يكلمه في البلد. علشان خاطر يخرج من نادي الزمالك تم ذلك، وابتعد سنة عن نادي الزمالك ومهمتنا انتهت. نجحنا في كل شيء، فماذا نريد؟ وقفة مع النفس. حققنا أهدافنا، ولكن ونحن نحقق أهدافنا كان هناك بعض السقطات أنا أعتذر عنها. مش بعتذر عن القضية اللي أنا فجرتها، بعتذر عن ما جاء فيها من سقطات أو كلام ربما يكون غير مقصود أو خارج، وكلامي واضح. فالمكالمة أنا سعيد بيها، أهو أهو أهو، وسأظل أحترم حضرتك وأقول لك ملفك معايا اتقفل، وأنا عزيع المكالمة عشان تعرف إن أنا فخور بالمكالمة. حقك عليا لو زعلان مني في أي حاجة. يا اخ عبد الناصر، ده انت شتمتنا وشتمت الحاجه المحترمه. انا 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 اعتذرت، طلبت مني اعتذار واعتذرت وتحت امرك في اي حد، وحقك عليا ومفيش حد بيتعلم بالتاني. طب الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. وما شفتش منك غير كل خير، وحقك عليا. وعايز اقول لك الاولاد بيختلفوا مع ابوهم. وانت اخ كبير ليا، وطول حياتي ما شفتش منك غير كل خير، وحقك عليا. الحمد لله حصل خير، ماشي. حقك عليا، واي وقت اجابوس على دماغك. خلاص يا عم، ربنا بيسامح، احنا مش هنسامح عبد الناصر. النهارده ليله النص في الشعبان، وعايزك تسامحني قبل الساعه 12. حاضر 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 حاضر، ربنا بيسامح. قلت سامحتك عشان اقوم معاك. سامحتك عبد الناصر. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك يا مستشار. قمه الرقي، قمه الاحترام. انا فخور بهذه المداخله، وليعلم كل الوزراء الذين تدخلوا في التصالح بيني وبين الاستاذ مرتضى منصور، وكل الاصدقاء، كل الاصدقاء اللي تدخلوا بيني وبين الاستاذ مرتضى منصور، انني لم اترك فرصه للتصالح والاعتذار الا وصنعتها. ولكن هو السؤال، لماذا هذه الأيام يكرر اسم الأستاذ مرتضى منصور على الرغم أن أنا ما بجيبش سيرته بأي مكروه؟ ده سؤال مهم حضراتكم اسألوه. ليه؟ عشان إيه؟ لأن ربما يكون وصل للأستاذ مرتضى منصور أني أنا بحضر لمفاجأة على المستوى العربي. ممكن يكون تسريب، أو حد قال له ده في حاجة بيعملها عبد الناصر فعايز ياخدني لمعركة وأتعطل بيها عما هو شاغلني، وأنا لا أتعطل ولا أرد على الأستاذ مرتضى لو قاعد يشتم فيها كل يوم. صفحة واتقفلت، صفحة واتقفلت. دي حاجة عايز أقول له على حاجة ربما يكون ما صادفهوش ناس أصحاب مواقف ورجولة زي في يوم من الأيام، رغم احترامي وتقديري ليه ولسنه. طبعا أنا أعلنت قبل كده أن أنا كنت صديق للأستاذ مرتضى منصور من 2008 وحتى 2017، وقفت معاه مواقف نبيلة، وحربت الدنيا كلها في وقت من الأوقات عشان خاطره، وسندته، وكنت بفتح له الهوى في قناة دريم في برنامج قضية من الألف إلى الياء، وكل البرامج القناة، وأنا رئيس تحرير قناة دريم سبورت، ليلا ونهارا في الوقت اللي كان ممنوع ان حد يدخله اي مداخله في اي برنامج. وكلت معاه عيش وملح كتير جدا، فألا يستحق العيش والملح وجزء من هذه الصداقه ان انا اكلمه واعتذر له؟
عن اي لفظ خارج لا يستحق، لان انا راجل. دي نمره واحد. نمره اتنين، الاستاذ مرتضى منصور بيجيب سيره اليومين دول وبيهاجمني، انا مش هرد عليها. عارفين ليه؟ لاني لا يمكن ان انا اهاجم او احارب مرتضى منصور في الوقت اللي هو فيه في كرب وبيستعد انه يتحبس. عارف لو وقت غير ده كان ممكن اراجع نفسي، ولكن مستحيل وانت في كرب انا يصدر مني غلط. زي ما قلت، لن افتح اي ملف في الاهلي ما دام الاهلي جريح. انا بقول لن افتح اي ملف في الزمالك، ولن ارد على الاستاذ مرتضى منصور طول ما هو في كرب، وادعي له ربنا يفك كربه، وان كان مصيره تنفيذ الشهر الحبس ربنا يفك سجنه، وادعي له بالخير وربنا يبعد عنه كل مكروه وسوء. هكذا تعلمت. البني ادم مواقف، والبني ادم احترام. البني ادم مواقف، والبني ادم احترام. الاستاذ مرتضى منصور رافع علي قضايا كتير، وانا رافع عليه قضايا كتير، واذا كان هو بيتفتون انه خد قضايا سجن، ربنا قادر ان قضيه من القضايا بتاعتي ربنا يكرم ويجي فيها حكم سجن وتتسوى الرؤوس. ايه المشكله يعني؟ ما انا واخد اكتر من 300 قضيه براءه، وعندي قضايا 35 سنه سجن. ايه المشكله؟ هقضي ال 35 سنه ربنا رايد كده، ايه المشكله يعني؟ مفيش مشكله عندي في حاجه. لكن اياك ان يظن الاستاذ مرتضى منصور ومن وراءه ان انا بتكلم بهذا الرقي والاحترام عشان خايف من سجن ولا خايف من حاجه. لا 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 لا، ولا يحرك لي ساكن. وافضل اقول تاني قول الشعراوي رحمة الله عليه، سيدنا ومولانا الشيخ محمد متولي الشعراوي: لا يستطيع بني آدم أن يفعل معاك مكروه أو يأذيك، لأن أقصى أمانيه أن يحقق فيك إرادة الله. ربنا رايد للسجن، إيه المشكلة يعني؟ يظن خطأ عن الأستاذ مرتضى منصور أنه تسريب المكالمة عار، هيخليني أستخبى أو أستعر منها أو أخاف وجه الناس. لا بالعكس، أنا فخور بيها، وياريت هو يبقى زيي. ياريت يبقى عندك الجرأة إنك تمسك تليفونك وتكلم محمود الخطيب تقول له حقك عليا. ياريت يبقى عندك الجرأة إنك تطلع على الشاشة تقول أنا النهاردة وأنا في سن ال 72 سنة، دخلت في ال 72 سنة، أعلن أمامكم أني أعتذر عن أي لفظ خارج قلته في حق محمود الخطيب في يوم من الأيام. وقتها سيصفق لك الجميع. واما اذا كان بيهلل لك كم واحد عشان خاطر بتشتم الخطيب او تتجاوز في حقه، ففي ملايين هيسقفوا لك لو انت اعتذرت للخطيب او بقيت زيي. عندك قوه الاعتذار، وعندك قوه التسامح، وقوه ان تبدا مع نفسك صفحه جديده. اما رسالتي الاخيره للدوله، فالرساله وصلتني من زمان: يا عبد الناصر اقفل الصفحة دي. قلت قفلتها برضا مني. يا عبد الناصر، الدولة مش عايزة مشاكل ولا شحن ولا فتن بين الجماهير. قلت أنا صاحب المبادرة والهدوء. يا عبد الناصر ما تردش. قلت أنا قفلت كل شيء ولن أرد مهما كانت الأمور. فيا دولة يا مصرية، ويا كل من يسمعني من الأجهزة الأمنية، وكل من يسمعني من المسؤولين، يا جماعة أنا أغلقت صفحة الأستاذ مرتضى منصور ولن أعود إليها، ولن أتجاوز، ولن أرجع إلى الوراء. فلو سمحتوا قولوا المرتضى منصور ملوش دعوة بيا، وعايز يتنازل عن القضايا يتنازل، ما يتنازلش ما يتنازلش. وأنا فخور بكل رد فعل عملته. وإذا كان في حد من متابعيني والالاف اللي بيتابعوني حاسس اني انا خذلته، فانا بعتذر لكل واحد ظانن ان انا خذلته، وبعتذر لكل متابع ليا يظن ان انا كسرت نفسه، وبعتذر لكل بني ادم بيتفرج عليا اتضايق وحصل له ضيق لما سمع المكالمة دي.
ولكن اسمح لي يا صديقي اللي متضايق ويا صديقي اللي زعلان او يا صديقي اللي انا صورتي اتكسرت جواك، انك لا تعرف ظروف الناس، لا تعرف ظروف. فآن الاوان ان اهتم بامي التي بلغت من الكبر عتية، وآن الاوان ان اهتم بزوجتي التي ضربها المرض واصبحت حتى لا تقوى على السير، وآن الاوان ان اهتم ببناتي واحلم ان اراهم في يوم من الايام في الكوشة وزفهم بنفسي، وآن الاوان ان اهتم بابني وارى محمد ولدي يافعا يخدم وطنه، واراه متفوقا وشابا سويا يتقي الله ويحافظ على نفسه، وربنا يبعد عنه وعن كل اولادكم كل مكروه وسوء. وآن الاوان ان احترم اسرتي واخوتي الولاد والبنات، وآن الاوان ان احترم عائلتي الكبيرة ولا اسبب لها مضايقات او مشاكل او اجعل اي كائن من كان تافه او غير محترم او صفيق او مختل او سافل او مجنون او معتوه يسب اهلي وعائلتي، فهذا واجبهم علي، وآن الاوان ان اتحمل مسؤولياتي تجاه الجميع، واتحمل مسؤولية القضايا بمفردي بعد ان تخلى عني الجميع ومستعد للسجن دون ان اسبب لاهلي واسرتي وعائلتي اي مكروه وسوء. اقسم لكم بالله، اقسم لكم بالله، الفجر امي بتكلمني ويبدو انها عرفت الكلمتين اللي قالهم الاستاذ مرتضى منصور مع السيد المدعو خالد الغندور، ان انا مسرب لك مكالمة ومش عارف ايه، او حد قال لها. كلمتني الفجر قالت يا ولدي نزل لك مكالمة، نزل لك مصيبة، اديني وعده عشان خاطري ما تردش عليها. قلت لها يا ماما الموضوع ده انتهى واغلق. جايت لي اذا كانت امك غالية عليك كفايانا من الموضوع ده. قلت لها حاضر، والله العظيم انا اقوى من اي حد وجبل ولا يعنيني حد، ولكن ربنا اداني القوة في ان احترم اهلي واسرتي وان اكون بارا بامي المسنة واحترم رغبتها في ان تعيش بهدوء بعيدا عن المشاكل والقلق عليا، واحترم زوجتي واولادي في ان اوفر لهم معيشة هنية هادئة بعيدا عن الخناقات والمشاكل والمليون مهضر اللي قاعدين يخبطوا على بيتي كل يوم. كل يوم كان 20 قضية رايحة جاية ومحضرين، ومراتي تمضي وعيالي يمضي لو انا مش قاعد، ولو انا موجودة اقعد امضي بالساعة والنص ساعة. فما فيش حد يا جماعة بيتحمل مآسي احد، فارجو ان اي حد زعلان مني او صورتي اتكسرت جواه او متضايق ان انا عملت مكالمة زي كده ان يتقي الله فيا ويقدر اني انا راجل بحب ان اصفي نفسي ويسامحني ان انا متسامح وخايف من الموت يجيني فجأة، وبعمل كل اللي في وسعي عشان اريح اهلي واسرتي. فارجوكم اي حد زعلان ابوس على جزمته قبل دماغه، اي حد متضايق حقه عليا، ولكن يا جماعة انا الاوان ان اهتم بجزء من مستقبلي بعد ان ضاع مني 5 سنوات وانا كنت على القمة ببرنامج كرة بلدنا. فحقكم عليا، وبعتذر للجميع، للجميع اللي متضايق مني، اللي زعلان مني، اللي قرفان مني، اللي مش طايقني، اللي خد فيا مقلب، اللي اتكسرت جواه، اللي حس ان انا نكسته وكسته. حقكم عليا جميعا، حقكم عليا جميعا اللي خلاني اعتذرت المرتضى منصور. انا اقوى على الاعتذار ليكم واحد واحد، والله عندي استعداد الف على بيوتكم لو اعرف العناوين وابوس على دماغ كل واحد زعلان مني، وابوس على دماغ كل واحد زعلان مني. وحقكم عليا، وانا هذا الملف اغلقته ولن اعود له مرة ثانية. اخيرا رجاء منكم،
أخيرا رجاء منكم بعد إذن حضرتكم ادعوني في اللي جاي، ادعوني في اللي جاي، لأن ربنا سبحانه وتعالى شايل لي الأفضل، شايل لي الأفضل، وربنا سبحانه وتعالى شايل لي الأحسن، وربنا سبحانه وتعالى بفضله وبإرادته في مفاجآت، في مفاجآت شايلها لي، وأنا مؤمن ومتفائل وثقتي في الله ليس لها حدود. وهتسمعوا خير خلال الأيام اللي جاية، ووقتها هتعرفوا ليه الهجمة الغير مبررة دي عليا، وقتها هتعرفوا ليه هذه الهجمة الغير مبررة، لما تعرفوا اللي جاي، لما تعرفوا اللي جاي. وللأستاذ مرتضى منصور كل التحية والاحترام، وقل ما شئت واتكلم كما شئت لن أرد عليك. بس كده بس يا جماعة، ايه؟ ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. فربنا يعيني على اللي أنا فيه، ربنا يعيني على اللي أنا فيه.